السلام عليكم. مباراة الجزائر وتونس اليوم، الوضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد. تعرف على موعد مباراة الجزائر وتونس الودية وما هي القنوات الناقلة له وكيفية مشاهدة البث المباشر، هنتعرف عليه مع بعض. سيكون عشاق كرة القدم من المحيط للخليج على موعد مع متعة من نوع خاص عندما يستضيف منتخب الجزائر بملعب 19 ماي 1956 نظير التونسي في مباراة ودية دولية وخسر نصر قرطاج خارج الديار من منتخب غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2023. بيد أنها ليست هزيمة خطيرة بالنظر إلى أن تونس ضمنت بالفعل من قبلها التواجد بالكان، وفي نفس السياق فاز المنتخب الجزائري أمام نظيره الأوغندي وصمم جمال في الماضي على خوض ودية أخرى بعدها ليلتقي في ديربي شمال أفريقي عربي من طراز رفيع مع تونس. وتقام المباراة الودية اليوم بين الجزائر وتونس مساء الثلاثاء الموافق 20 يونيو، وتنطلق صافرة بداية المباراة في 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة ومصر. وحتى الآن لم تعلن قناة عربية عن الحصول على حقوق نقل مباراة الجزائر وتونس، لكن الأكيد أن اللقاء سوف يذاع عبر شبكة تلفزيون الجزائر مجانا كما هي العادة. من التوفيق للفريقين، وأرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد.